تملك مالا، دفع وصيته في حياته، وزوجته لا تملك مالا، هل له ان يهبها من ماله لتدفع وصيتها؟ وهل تسقط هذه الوصيه عنها اذا ملكت فيما بعد مالا؟ دفع وصيته في حياته من ماله، نفذها، وزوجته لا تملك مالا، فهل له ان يعطيها هبه من عنده لتدفع وصيتها؟ ولتنفذها أيضا في حياتها. فإذا ملكت فيما بعد مالا، هل تسقط هذه الوصية التي دفعتها في حال حياتها تسقط عنها في المرة الأخرى؟ يعني مثلا هي شو أوصيت؟ تبني مسجد، تبني مسجد، بنت مسجد، هي ما عندها مصاري، نعم، فأوهبها زوجها مالا ما بنت به مسجدا، نعم، ثم ملكت مالا جديدا، فهل يجب عليه أن تبني مسجد آخر أو وصية أن تصل أن توصي بوصية أخرى؟ كانت أوصيت أن تبني مسجدا، تبني مسجدا أو أن تنفق مثلا 5000 ليرة مثلا، وقد أنفقت مثلا بمقصود الله، فأوهبها زوجها 5000، نعم، إذا كانت الهبة هبة شرعية لا يقصد بها اختيار الورثة، نعم، أو تحريبهم، فله يتصرف في ذلك كما يشاء. فهي إذا أوهبها زوجها ونفذت وصيتها فقد سقط الواجب عليها، ولو صارت الأرض من بعد كأن يفهم أن الوصية واسية يعني بالمال. أوسط أوسط، هو لا أعلم معالجة أمر واقع، لا أقلت أن في كثير من الناس يفهم أن الوصية واجبة المال، ولذلك يصل 1000 2000 كذا. الحال من عندك ولا تعليق على هو؟ لا، هو يظهر انه السائع بين الناس، وكانه السائل هكذا يفهم انه واجب الوصية، ولذلك اقول انه هي عبارة عن هكذا يفهم ان الوصية واجبة، يظن انها واجبة، لذلك يقول هل تسقط عن الوصية فيما بعد؟ ثم تسقط عن هذا السؤال غير ذلك. ما أفهمنا انه هي اوسط، لا، بينما الان تقول انها تريد ان توصي، تريد ان تتصدق، غير هذا السؤال غير السابق. الان نعتمد على ماذا؟ نذكر الصورتين. الصوره السابقه التي فهمناها جبنا الجواب عليها، امراه اوصت بوصيه انه مثلا عليها ان تنفق 5000 ليره سوري في سحب مثلا عين ماء او بناء مسجد او مشاركه في بناء مسجد او مدرسه، وهي لا تملك هذا المال، ثم اوهبها زوجها هذا المال فنفذت وصيه سقط عنها ما اوصف به، هذا حسب ما قلنا اولا. الان بملاحظه هنا ابو احمد وافقت عليه من قبل، بين ان السؤال مقصود به شيء اخر، وهو المراه لم توصي لكن زوجها اعطاها مالا تتمكن به من التوصية بهذا المال. ومعنى هذا الكلام بقى من جديد انه في بعد وفاته، يعني مثلا هذا المال لا يمثل خلال حياته كما نفذ زوجته. لا، هنا المقصود هل الوصية واجبة المال على الانسان؟ لا، هو هذا.